ورجعنا لكم بعد الفاصل، ويسعدني ويشرفني ان يكون ضيف فقرتي الثانيه الاخصائي محمود اماره، اخصائي التربيه الخاصه وباحث ماجستير الصحه النفسيه وعضو الجمعيه المصريه للمعالجين النفسيين واحد اعضاء مركز انا استطيع لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصه. صباح الخير استاذ محمود. صباح الخير يا استاذ اسلام. استاذ محمود، حضرتك هتكلمنا النهارده عن الاعاقه الذهنيه اسبابها وطرق علاجها، بس قبل ما احنا نتكلم عن الاعاقه الذهنيه اسبابها وطرق علاجها، احنا عايزين نعرف يعني ايه اعاقه ذهنيه. تمام يا استاذ اسلام. بالنسبه للاعاقه الذهنيه في تعريفات وتصنيفات كتير جدا ليها، بس احنا هنختار ان شاء الله التعريف والتصنيف الاسهل والايسر على الساده المشاهدين. اتفضل. بالنسبة للإعاقة الذهنية أو الإعاقة العقلية هو مفهوم واحد، بتشير إلى انخفاض في معدل القدرات العقلية العامة مصحوب بقصور في السلوك التكيفي عند الفرد. هذا الانخفاض بيظهر في مراحل النمو المتقدمة أو المبكرة، يعني يظهر قبل 16 سنة، قبل 12 سنة، في المراحل المتقدمة للنمو. تمام. بحيث ان الاطفال بيظهر عليهم انخفاض في معدل الذكاء يقل عن 70% على اي اختبار من اختبارات الذكاء. فبالتالي في تصنيفات مختلفه. بالنسبه للاعاقه، ما اقل الاعاقه الذهنيه ما يقل عن 70% في اكثر من تصنيف. اولا اللي هي انواع الاعاقات الذهنيه اللي هي التصنيفات بتاعتها. التصنيفات تمام. من حيث الشدة احنا يعني هنوصف ان شاء الله التصنيف من حيث شدة الاعاقة الذهنية. تمام. اقل من 70 كله يعتبر اعاقة ذهنية. عندك من 50 ل 69 بتعتبر اعاقة ذهنية او اعاقة عقلية خفيفة. ده بيبقى الطفل قابل للتعلم، ممكن يوصل بقدراته العقلية لانه يدرس في التعليم الاكاديمي لمستوى يوصله للصف الخامس الابتدائي مثلا. تمام. ده قابل للتعلم، قابل للتدريب، قابل ان هو يكتسب مهنه، التاهيل المهني في المستقبل. تمام. يعني الصنف ده او الافراد دول بيبقوا من السهوله بمكان ان احنا ندخلهم في المجتمع، يعني ممكن يتعاملوا زيهم زي الانسان الطبيعي. طبعا يتعاملوا زيهم زي الانسان الطبيعي. الدوله في الفتره الاخيره تمام. يعني سنت قوانين ان يبقى في 5% من الوظائف في الشركات نسبه اعاقه. 5% دي بيبقوا من الإعاقة، سواء إعاقة حركية، إعاقة ذهنية بسيطة. تمام. اللي هي إحنا بنتكلم عليها. فدولت بيبقى تدريبهم يعني إن شاء الله بيفرق كتير جدا، خصوصا لو في تدخل مبكر من عمر يوم. طبعا في إمكانية إن إحنا نكتشف، الوقت العلم تطور جدا، في إمكانية إن إحنا نكتشف الإعاقة العقلية أو الذهنية من والطفل لسه جنين في بطن الأم. طبعا في اشعه ثلاثيه، اشعه رباعيه، اشعه خماسيه الابعاد، ممكن نكتشف متلازمات او اعاقات كتير جدا زي الاستسقاء مثلا. تمام. زي استسقاء في المخ، زي كبر حجم الجمجمه او كبر حجم المخ عن الوضع. طبعا الطبيب بيقيس بالاجهزه الحديثه دي. تمام. محيط الجمجمه، بيطمن على الاعضاء، طبعا صغر حجم الجمجمه، دي الحاجات اللي ممكن نكتشفها. متلازمه داون سيندروم دي ممكن نكتشفها والطفل لسه في بطن الام، لسه جنين. يعني احنا ممكن نقدر نعرف الطفل قبل ما الطفل يجي معاق ذهنيا او لا، وهو لسه في رحم والدته. في المساله دي تقدم جدا، اشاعات متقدمه بفضل الله، يعني بيجرى عمليات للاطفال. تمام. تدخل طبي داخل رحم الام لتجنب تفاقم مشكله او اعاقه في المستقبل. تمام. فشيء جميل جدا ان انت تبقى مستعد ببرامج تدخل من عمر يوم، تشتغل مع الطفل على جميع الجوانب. ده بالنسبة للإعاقة البسيطة. بيبقى عندنا إمكانية كبيرة جدا إن احنا نوصل الشخص ده لما أقرب للطبيعي. طبعا فكرة إن ولي الأمر يجي لي يقول لي هل ابني ده ربنا إن شاء الله هيشفي، طبعا الشفاء بيد ربنا عز وجل. طبعا طبعا طبعا. لكن العلم بيقول لنا إن لا، بالنسبة للإعاقة العقلية أو الإعاقة الذهنية من الصعب جدا إن أنا أوصل بالطفل لدرجة الطفل الإنسان الطبيعي. لكن مع الرعاية الجيدة جدا، مع التأهيل، مع التدخل المبكر، التدخل زي ما أقول لحضرتك يا أستاذ إسلام من عمر يوم، تشتغل مع الطفل، بتعمل له برامج،
طيب، على ايد هي اخصائيين. الإعاقة الذهنية ديت لها أنواع، ولا هو مصطلح مجمل ملوش أنواع مثلا، أو هو والله عموما لا، هو في العموم؟ بيندرج تحت الاعاقه الذهنيه او الاعاقه العقليه حاجات كتير جدا، زي ما ذكرت لحضرتك الداون سيندروم، حالات استسقاء تمام، في المخ كل ده بيبقى فيه. أنواع إعاقات ذهنية. طبعا. تمام، كل ده ينفع التدخل في علاجه من وهو في رحم الأم؟ لا طبعا مش كله بالتأكيد، مش كل الحالات لكن بتنفع على من وهو الأقل لسه في. بيبقى الدكتور طبيب النساء بيعرف الأم أو الأب، بيقول لهم الولد إن شاء الله في إصابة أو في متلازمة أو في مشكلة في حجم المخ، في مشكلة الحجم المخ كبير، حجم المخ صغير، تمام، في مشكلة مثلا جينية، في يعني بنبدأ إن احنا نستعد، فده تمام، بيوفر علينا مجهود كبير جدا. فده بالنسبة للحاجات الظاهرة. في حالات تانية ما بتبقى الظاهرة، يعني بالنسبة للولد بينزل، لازم هنا دور الأب أو الأم، لابد يا أستاذ إسلام إن يبقى في ملاحظة، وأفضل ملاحظة الأم إن هي تقدر يعني تفيد بيها ابنها وتنقذ بيها ابنها من التأخير، المقارنة. في فروق فردية بين كل طفل والتاني، يعني مثلا ممكن الابن الأول بدأ ان هو يرفع راسه من سن شهرين، تمام، لو انت حطيته على بطنه بدأ يرفع راسه لفوق من سن شهرين. في طفل تاني ممكن من سن شهر موجود، تمام، في طفل تالت ممكن يقعد لسن 3 شهور، لكن لو قعدت لأربع أو 5 شهور أبدأ أشك. بالنسبة لحركة الإيدين، حركة الرجلين، لازم أقارن بينه وبين أقرانه في نفس المرحلة في العمرية، نفس المرحلة العمرية. تمام، كده أنا بقدر أحس إن في مشكلة أو لأ. طبعا بالنسبة الجانب الحركي هيفرق معاك كتير جدا، لأن الجانب الحركي مؤشر ومحك قوي جدا على مسألة وجود إعاقة وجود ذهنية أو إعاقة من لا عدم، من عدم. وجود تأخر من عدم. تمام، هل في أسباب لحدوث الإعاقة الذهنية؟ بالنسبة للإعاقة الذهنية، يعني العلم اكتشف 25 فقط في المية فقط من الأسباب، يعني في 75% مش عارفين الأسباب إيه. فالشيء ده بيرجع لقدر الله عز وجل. تمام، العلم إلى الآن معرفش أغلب أسباب، لكن إحنا بنقول 25% نسبة مش قليلة، إحنا نقدر نقلل النسبة دي لأكبر قدر ممكن. ازاي بقى ممكن ان احنا نتجنب حدوث الإعاقة؟ إحنا نعرف الأسباب، ومن معرفتنا للأسباب هقول لك نعمل إيه. تمام، مطلوب جدا الأم تركز جدا من أول ما بتفكر في الحمل. طبعا أول مشكلة قبل ما نتجوز أصلا مشكلة زواج الأقارب. ثبت علميا بما لا يدع مجال للشك إن زواج الأقارب بيكون نسبة الإعاقة فيه أكبر، خصوصا لو في العيلة حد مصاب أصلا حد أو مصاب تعبان وعنده أساسا، إعاقة، سواء حتى عيلة لو الأب المصاب أو ده عيلة الأم. مش الأب أو الأم، أي حد في العيلة. لا، لو حد من العيلة عموما تمام، هو موجود يا أستاذ إسلام بفضل الله. هو طبعا أعلى نسب الجواز زواج القرايب، لا لا، ده معظم يعني يعني معظم حالات الزواج بالذات في نحاول نبعد عنها قدر الإمكان، لأن تمام. خلاص ثبت بما لا يدع مجال للشك إن في مشكلات بتحصل ونسب بتحصل في زواج الأقارب. بعد كده خلاص اتجوزنا الحمد لله، ابتعدنا عن زواج الأقارب. ما قبل الولادة، ما قبل الولادة لازم نعمل التحاليل كاملة، سواء تحاليل السكري، تحاليل صورة الدم تحت إشراف طبي، تحاليل هرمونات سواء للرجل أو المرأة، نطمن على نفسنا. التحليلات دي بتثبت ان في حاجة زي مثلا هيحصل إعاقة للطفل اللي جاي هو بعد كده او حاجة. خصوصا لو في زي ما بقول في العيلة، عيلة الأب أو عيلة الأم حد حد معاق، معاه. بيبقى تمام، في نسبة، فلازم نستعد علشان نتجنب حدوث مشكلات في المستقبل. خلاص الحمد لله عملنا التحليلات والامور تمام، واستبعدنا اي مشكلات طبيه ان شاء الله تحصل تحت اشراف طبي. بننتقل لسبب او مساله في موضوع ما قبل الحمل. خلاص عملنا تحاليلنا وامورنا تمام، لازم تحاليل اثناء فتره الحمل يكون في متابعه طبيه دقيقه. يعني عندي في اسباب بتحصل للاعاقه في فترة الحمل. طبعا أخطر مرحلة المرحلة الأولى، أول 3 شهور، عدم التعرض للإشعاع بصورة نهائية. طبعا الإشعاع سواء إشعاع الموبايل اللي بإبعاد الموبايل عن رحم الأم،
لان ثبت ان في مشكلات بتحصل. في دراسات بتنفي وفي دراسات بتثبت. فقدر الامكان نبعد الموبايلات عن راحة المخزون. طبعا الاشعه السينيه اخطر مما تتخيل، بتسبب تشوهات شديده جدا. تعرض لاجهزه الاشعه سواء في مراكز الاشعه، سواء في اجهزه التفتيش في المطارات، في المواقف، في دخول المول او الاماكن العامه، نبعد تماما ونركز في الموضوع ده. بالنسبه للادويه اللي بتاخدها مثلا المراه الحامل او عموما، لها برضو تاثير على ان الطفل ممكن يصاب باعاقه ذهنيه؟ الادويه اللي بتاخدها مع الطبيب ولا مالهاش علاقه؟ في ادويه بتبقى تحت اشراف طبي، لازم كل دواء الواحده هتاخده، بل ان بعض الادويه والمكملات الغذائيه لازم قبل التفكير في الحمل بفتره نكون مستعدين بايقافها. تمام. طبعا الادويه والمضادات الحيويه اغلبها، مش كلها طبعا، في انواع بتتوافق مع الفتره الاولى من الحمل. تمام. المكملات الغذائيه لازم تكون تحت اشراف طبي دقيق. لازم نختار الطبيب او المركز الطبي اللي هنتعامل معاه بدقه، لان الموضوع ده ممكن يسبب مشكلات نندم عليها، تاثر على الطفل وعلى الاسره كلها. تمام. فنحدد المركز، يكون مركز محترم، طبيب خبره، عنده علم، عنده امانه، يقدر ان هو يفيدنا ويعرفنا نعمل ايه وما نعملش ايه. طيب اثناء فتره الحمل في مشكله برضو بتحصل من كتير من الامهات، تقول لك انا ما عنديش نفس، مش قادر اكل، وبتبعد عن كتير جدا من العناصر الغذائيه. لازم يكون غذاء الام متكامل، دي من اكبر اسباب الاعاقه، وجود انيميا عند الام، وجود نقص في العناصر الغذائيه اللي الام بتاخدها. لازم يبقى الاكل متوازن، في نشويات، في دهون، يعني بعض الامهات بتتبع حميه غذائيه خايفه ان وزنها يزيد في الحمل فتقلل نسبه الدهون، ما تعرفش ان الدهون دي مهمه جدا في تكوين الجهاز العصبي بتاع الطفل، تكوين الخلايا العصبيه. فما ينفعش ان انا سبحان الله ما ينفعش ان انا اقصو على نفسي، لازم اتبع التعليمات الطبيه بدقه، سواء في موضوع الاكل، في موضوع الادويه. عندي شيء برضك لازم اكون عارف ان هو في مرحله الحمل، اتابع لو في مرض سكر اتابع بدقه، لان احنا شفنا حالات اعاقه بسبب ان الام لم تكن تكتشف مرض السكر، حتى لو الطبيب المعالج نسي، لا انا افكره اقول له انا عايز اعمل تحليل سكر، تحليل سكر العادي، تحليل سكر الحمل، اتابع متابعه دقيقه جدا. هو السكر بيأثر على الطفل؟ بالتاكيد سكر الام لو نسبته خارج السيطره، مش مسيطر عليها جيدا، بيسبب مشاكل كبيره جدا بتصل لاعاقات شديده للجنين. فلازم السيطره التامه على موضوع السكر. انا اعرف حاله كان الام طول عمرها عندها سكر، ولكن ما تعرفش ان عندها سكر غير بعد الولاده، تخيل. تمام. والطفل للاسف طلع عنده مشكله لهذا السبب، وكانت نصايح الطبيب طبعا على طول اشربي سوائل كتير، اشربي عصاير كتير، فكانت بترفع نسبه السكر بنسبه عاليه، ما تعرفش. فلازم متابعه طبيه دقيقه لموضوع السكر. في اثناء فتره الحمل خطر الاصابه بامراض فيروسيه، زي طبعا الحصبة الالماني، مرض خطير جدا بيسبب تشوهات للجنين، فلابد ان احنا نحرص على طرق الوقايه من اي امراض فيروسيه. عندي مساله مهمه جدا خلال فتره الحمل، طبعا خلال فتره الحمل دي المتابعه الطبيه دي يعني طوق نجاه للطفل، طوق نجاه فعلا، فلابد نحرص تمام الحرص على المتابعه. حسيت مثلا ان في شيء غريب، الكتله بتاعه البطن اصبحت قويه، دي مشكله كبيره جدا وخصوصا في المراحل الاخيره من الحمل. تمام. ان الميه المحيطه بالجنين بتنشف، الام بتحس بالحاجه المستمره للتبول، فهي خصوصا لو اول مره حمل، اول حمل بتبقى مشكله كبيره جدا، فيحصل تكرار لعدد مرات التبول، فعادي ما بتشكش، ده السائل بينزل بطريقه تدريجيه. في بعض النساء السائل بينزل مره واحده فبتعرف خلاص ان دي علامه من علامات، خلاص الولاده جت. لكن موضوع النزول التدريجي ده
بيسبب مشكله كبيره جدا. اصعب مشكله بيسببها التفاف الحبل السوري حول عنق الطفل. الجنين بيبقى الحبل السوري ملفوف حوالين رقبته. لو طبيب النساء ما عندوش من الفطنه والذكاء ان هو ينقذ الموقف ويعمل اشعه الدوريه بتاعته، ولو الام ما لاحظتش ان في شيء غريب، البطن بدات تبقى ناشفه، في حاجه غريبه، لازم اروح اتابع مع الطبيب. الحبل السري ممكن يعمل اعاقه ذهنيه للطفل، مشكله كبيره جدا. لان مثلا لو مخطط ولاده طبيعيه وما اطمناش بالاشعه، هيبقى في التفاف حوالين الحبل السري يمنع وصول الاكسجين والدم للمخ، بيسبب موت خلايا المخ، وبالتالي طبعا بيسبب اعاقه ذهنيه. قدر الفتره اللي بيمنع الاكسجين عن الوصول للمخ بيحصل قدر الاصابه. طيب يا دكتور، طبعا زي ما احنا عارفين ان كل ده دواء، تمام، واكيد طبعا الاعاقه الذهنيه كمرض من الامراض اكيد له علاج او تاهيل عموما، بس هل في علاج تام نهائي ان انا ممكن انقل الطفل او الشخص او الطفل المصاب ده من انه معاق ذهنيا الى طفل سليم طبيعي بالظبط كانه ما اتصابش اصلا بالمرض ده او ما جالوش اصلا من الاساس، ولا من كلها مجرد بس تخفيف نسب الاصابه؟ والله بالتاكيد العلم حاليا له حدود. طب انت هتقدر توصل الطفل ده لاقصى ما يمكن عن طريق برامج التاهيل، عن طريق الشغل المستمر لتنمية مهاراته المختلفة، الجوانب المختلفة. طبعا الطفل أول ما بيجي لمركز التأهيل لابد يتعمله دراسة حالة تشمل تاريخ الحالة، نشوف لو كان راح مؤسسات أو مستشفيات أو مراكز تانية، مفترض المركز اللي هيخرج منه يسلمه فايل كل المعلومات وكل البيانات عن الحالة. تمام، ده من باب الامانه، لازم يتعمل لكل طفل هيدخل عندي المركز فايل بيشمل اختبارات الذكاء، جميع الاختبارات المقننه وغير المقننه، التقارير الصادره من سواء مستشفيات مؤسسات، المجهود اللي انا بذلته كمركز معاه، برامج التدخل اللي اشتغلت بيها معاه، ده حقه. كل ده بيفيد حضرتك في العلاج، لازم، علشان لو هنتقل لمكان تاني هيسافر بره ما نبداش من الاول، نبدا يعني نبدا نعمل اختبارات تاني. طبعا نجيب العلاج تاني من اول وجديد لو خرج بره، بس لو اضطرت الحاله ان السفر خارج ولا حاجه تكون شامله الاختبارات من اول ما دخل المركز لحد ما خرج منه، ولا ده لابد، والبرامج التاهيليه اللي احنا اشتغلناها معاه ومدى تقدمه فيها، سرعه تقدمه فيها، كل ده تاريخ الحاله، لازم الفايل يبقى فيه الاشياء دي كلها. ليه؟ ده علشان اوفر على الطفل مجهود كبير جدا، اوفر عليه وقت كبير جدا، الوقت مهم جدا في عمليه التاهيل. طول الكشف المبكر والتاهيل المبكر للحاله، التدخل المبكر هيوفر علينا كتير. لكن في حاله ان الطفل هيسافر ما يبداش من اول وجديد، فمن باب الامانه ان المركز يجهز لكل طفل الفايل الخاص بيه. طيب انا خلاص عملت دراسه حاله وجبت كل تاريخ الحاله، التاريخ المرضي بتاعها كله، ببدا اشتغل معاها، اشوف نقاط الضعف ونقاط القوه في البرنامج، احطها في البرنامج، ادعم نقاط الضعف ووطد وقوي نقاط القوه اللي عند الطفل. تمام، ومش لازم ان انا اعتمد على برنامج واحد، يعني مثلا انا عملت اختبار الذكاء بيقيس 5 جوانب، ما ينفعش ان انا خلاص اختبار الذكاء هدعم نقاط الضعف ونقاط القوه برضك ان انا هشتغل عليها ان انا اثبتها واقويها، لا، ممكن برنامج تاني اجيب منه الاهداف. يعني في برامج كتير جدا وقوائم ارتقائيه هتفيدني جدا في شغلي، يعني مثلا الاختبار الموجود تبع وزاره الصحه في مصر هو او التامين الصحي اختبار ستانفورد بيني. تمام، هم بيشتغلوا بالنسخه الرابعه، المراكز الخارجيه بتشتغل بالنسخه الخامسه. إيه، انا بشتغل عليه وبحدد درجه الذكاء بتاعه الطفل وبناء عليه. طيب تمام، خلاص انا طلعت. تمام، اتفضل. تمام، حضرتك يعني تنصح بيه بقى الاب والام في حاله ان هم اكتشفوا ان ابنهم ده معاق ذهنيا؟ والله انا بنصح اول حاجه، لان الموضوع ده بيسبب مشاكل كتير جدا، يختاروا مكان يكون فيه ارشاد اسري. لما اروح مركز ياخد الطفل ويدخل الأوضة، يقفلوا على نفسهم، يطلع بعد ساعة، بعد ساعة ونص، بعد نص ساعة،
يقول لي انا اشتغلت مع الطفل كذا وكذا وكذا، خلاص يكون خده الاب وروح. او الام موجودين معاه ولا ده افضل طبعا. اللي بيحدد ده الاخصائي او صاحب المركز، بيحدد هل الحاله تسمح ان ولي الامر يدخل، لكن الافضل والاولى ان ولي الامر او مقدم الرعايه سواء الام او الاب او اي حد يدخل ويشوف الشغل ويتعلم. اختار المركز او المكان او الاخصائي اللي بيساعدني عشان اشتغل في البيت، لان شغل المركز لوحده استحاله يكفي، لازم تكاتف من الاسره. طبعا زي ما ذكر الدكتور في الفقره الاولانيه ان الطفل اطول فتره ممكنه بيقضيها اصلا مع الاهل والاقارب في البيت، فاختار المركز طبعا. اختار المركز اللي يديني ارشاد اسري، لان الارشاد الاسري هيفيد الطفل بطريقه يعني تعتبر 15 أضعاف الشغل اللي انا هشتغله معاك اخصائي. فبالنسبه للبيت مش هقدر اشتغل غير لما اشوف اخصائي فاهم عنده خبره يعرفني اشتغل معاه ازاي، سواء في تعديل السلوك، سواء في تنميه المهارات، يوفر لي الادوات المناسبه اللي اشتغل بيها مع ابني، هيوفر لي خدمه ان هو يعني استشارات ان انا اساله، اقدر اساله يا دكتور يا استاذ فلان لو سمحت الولد بيعمل كذا اتعامل معاه ازاي. طبعا اختيار المركز ده اهم خطوه. طيب في خطا بتقع فيه كثير من الامهات، بتستعجل النتيجه، يكون الاخصائي شغال على جانب هي مش مدركه ان الجانب ده فيه تطور، زي مثلا مسائل الانتباه والتركيز وما يعني الشغل اللي هو يعني طبعا اكبر قدر من العلاج بيبقى واقع على الاهل والاقارب. طبعا اكبر قدر باعتبار ان هو اكبر وقت بيقضيه الطفل في وسط اقارب. تمام، احنا اخترنا المركز اللي بيساعدنا ان احنا نشتغل وبيعلمنا، خلاص دي اهم خطوه. الخطوه المطلوبه جدا يا اسلام موضوع التقبل، تقبل الاب والام للحاله. كتير بشوف يعني كان حاله بنت احد الناس يعني بيشتكي لي، الوالد بيشتكي ان الام هي اللي رافضه الحاله، حاله ضمور في المخ مصاحبه باعاقه جسديه، الام رافضه الشغل مع الحاله، تقول له وديها تخاطب وديها علاج طبيعي لكن انا مش هشتغل معاها. سبحان الله. تمام سريعا عشان نظرا لضيق الوقت. تمام، فلابد الصبر على المساله ديت، تقبل الطفل، عدم الياس، نشتغل مع الطفل ما نتوقفش ما نيأس، نشتغل لحد ما نوصل بالطفل لبر الامان ونقلل اعتماده على الاخرين، وربنا يشفي ابنائنا وابناء المسلمين جميعا. شكرا دكتور. شكرا دكتور. في نهايه حلقتنا بحب اشكر ضيوف الاعزاء الدكتور عادل السمنودي والدكتور محمود اماره، وبوجه الشكر لصديقتي الاعلاميه الاء. شكرا يا الاء. شكرا يا اسلام. وبشكر الساده المشاهدين، وبقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامج ابن حياتك.